في حالة حزن كبيرة بيعيشها الشعب الألماني بعد الوفاة المفاجئة للاعب كمال الأجسام جو ليندنر اللي رحل في عز شبابه وودع الدنيا بدري، والعالم كله بيعيش في حالة صدمة كبيرة. تعال أقول لكم مين هو ليندنر وإيه سبب وفاته الحقيقية وإيه هي نبوءته اللي اتحققت في عز شبابه. تابعونا لنهاية الفيديو. جو ليندنر شاب ألماني اتولد في برلين سنة 1993 وحب رياضة كمال الأجسام من طفولته، وعلشان كده قرر ينمي موهبته مع الوقت بالتدريبات المستمرة. ليندنر متزوج من فتاة اسمها نيشا اللي برضو متخصصة في نفس المجال، وتخصص جو في مجال اللياقة البدنية وكمال الأجسام، ويعتبر من الشخصيات المؤثرة في اللعبة على مستوى العالم، وبيتابعه 9 مليون شخص على إنستجرام. شعبية ليندنر اكتسبها بسبب الفيديوهات الرياضية اللي بيقدمها للجمهور، وتوسعت القاعدة الجماهيرية ليه بعد نجاحه في المحتوى اللي بيقدمه. ليندنر عاش مع حبيبته في تايلاند وطور من أدائه والمحتوى الترفيهي اللي بيقدمه للجمهور، وعشان كده بقى واحد من أهم لاعبي كمال الأجسام في العالم كله، وليه متابعين من الدول العربية. وبطبيعة الحال ثروته زادت جدا بسبب أرباحه الكبيرة من رفع الأثقال أو المشاهدات المرتفعة لفيديوهاته التعليمية. طيب إيه بقى اللي حصل وليه توفي بشكل مفاجئ وعمره يدوب 30 سنة؟ ده اللي كشفت عنه زوجته نيشا اللي قالت: كنت معه في الغرفة، وضع القلادة التي صنعها لي في رقبتي، لقد كان بين ذراعي، ثم حدث الأمر بسرعة كبيرة منذ 3 أيام، ظل يقول إن رقبته تؤلمه، لم ندرك خطورة ذلك حقا إلا بعد فوات الأوان. وقالت إن سبب الوفاة الحقيقي هو تمدد الأوعية الدموية المفاجئ، والغريب إن ليندنر كان دايما قلقان من مخاطر النوبات القلبية المرتبطة بالإفراط في التدريب، وفعلا اتحققت نبوءته في عز شبابه. وطلبت نيشا من كل المتابعين يفتكروه بسبب شغله الصعب اللي كان بيقدمه علشان يسعد الملايين حول العالم، واهتمت مواقع عالمية بحجم ثروة ليندنر والعائد المالي من مشاهدات المحتوى اللي كان بيقدمه للجمهور، وبلغ حجم ثروته 800,000 دولار. والغريب في الموضوع ان اخر ظهور ليندنر على السوشيال ميديا كان قبل وفاته بيومين بس، وكان بيحذر المتابعين من خطورة تناول المنشطات، واكد انه تناول منشط التستوستيرون لبناء عضلاته من جديد بعد التوقف لمدة سنة كاملة بسبب جراحة اجراها من شهور، واكد مدى التأثير الطويل للمنشطات على صحته. كمان اجرى ليندنر مقابلة تلفزيونية قبل وفاته بأسابيع واعترف بتناول عقار الاسترويد، وهو مجموعة من المواد الكيميائية اللي بيستخدمها الشباب الرياضيين اللي بيتمنوا بناء جسم رياضي في كمال الأجسام. وقال كمان: لقد جربت جرعات مختلفة وتناولت 750 ميلي جرام من أسترون في الأسبوع بالإضافة للتستوستيرون، و100 ميلي جرام من هرمون التستوستيرون بروبيونات، و100 ميلي جرام من منشط الترامبولون. والمفاجأة الكبيرة بقى إنه اعترف بحصوله على 4 جرعات من لقاح الكورونا، وبعد عمل فحوصات طبية اكتشف وجود جلطات ليفية بيضاء في عينات دمه، وطبيبه قال له: أنت بحاجة لتنظيف دماغك لو أردت النجاة من هذه الجلطات. اكتبوا لنا بقى أنتم في التعليقات شايفين إيه هو سبب الوفاة الحقيقي.